مرة أشكر الأستاذ ياسر رزق على كل اللي عمله. لو عايزين نقول عنوان الأصالة والوفاء والابن البر يبقى الأستاذ ياسر رزق، زي ما كنا بنسمع فعلا عن ناس زمان. هو الأستاذ ياسر رزق ما سابش عني من أول ما دخل المستشفى لحد اللحظة اللي احنا قاعدين فيها في عزيز أحمد رضا. بشكره جدا. مش نص كلمة تحب تقولها للفقيد أحمد رجب؟ افتقدتك.